حياكم الله. في محافظة الأحساء حول أخوة سطح منزلهم إلى مساحة زراعية توفر مجموعة من احتياجات المنزل من الخضار في الوقت الذي تسعى كثير من الأسر السعودية للاستفادة من السطوح. ووفق الإحصائيات فإن الزراعة العضوية تستحوذ على أسطح أكثر من 1000 منزل في السعودية. التفاصيل أكثر مع سالم الراجح. لا يسمح هؤلاء الإخوة لأعمالهم أن تسرق منهم شغفهم بالزراعة. يعملون كلهم في المجال الصحي، ولكن طبائعهم الأحسائية فرضت عليهم تحويل سطح منزلهم إلى مساحة زراعية. فالحمد لله، بما أن احنا الجيل الرابع تقريبا مزارعين في عائلتنا، فحب الزراعة حتى لو عندنا احنا دراسيا ووظائفنا، بس حب الزراعة يطغى في الدم كحساوي، يعني يطغى في دم. من هنا يوفر أبناء الساحة بعض احتياجات المنزل من الخضار من خلال استعمال تقنية الاستزراع الحيوي المائي الذي يعتبر من أحدث التقنيات. هنا نستفيد من السمك بحيث أنه نعطيه أكل، السمك يأكل الأكل، يحلله، ينتج لنا فضلات، مخلفات الأسماك، بكتيريا تحللها عدة تحليلات، مما ينتج عندنا إلى سماد عضوي ينمو فيه النبات. في الفترة الأخيرة أصبحت كثير من الأسر تستغل مساحات الأسطح تحديداً في الزراعة، وبحسب الإحصائيات فإن الزراعة العضوية أصبحت تستحوذ على أسطح أكثر من 1000 منزل في السعودية. سلمى الراجح، العربية، الأحساء.